من كل المناطق ومن كل المواهب اجتمعوا في مدينة الأحلام. شكرا لوجودكم ويانا، احنا منتظرين موهبة مثلكم. شكرا لك. شكرا. الله يا نجم العراق. عندي يس وعندي يس من كل قلبي، فانتوا يس من كل قلبي. التحدي كان كبير. شوفوا شلون تعزف، شوفوا شلون تغني. مبهرين على قولة هند. تكون صادق شيء أكبر من أعمارهم. والبقاء كان للموهبة اللي فاقت الخيال. فعلا أنت تستحق أن تكون بيوز تالنت. راح تنهال عليك كل العروض إن شاء الله. خمس مواهب نقلها الحكام لنصف النهائي. شي عالمي تخربي كمان. رائع، صوتك يجنن، صدق أنت مبهر. وخمسة أخرى نقلتوها أنتم مشاهدينا بأصواتكم. حتى أراهن على هذا الرجل أنه هو نجم المستقبل. الليلة الجد الحقيقي بدأ وعرضنا حيكون مباشر. شكرا لآسيا سير انه هم دا ينطون هذه الفرص للمواهب انه هي تكون موجوده وانه احنا نشوفها والجمهور يشوفها وتوصل للعالم. من بين المواهب العشرة اللي بقت، من هم المشتركين الخمسه اللي حينتقلون للنهائي؟ انت مو بس فنان، انت صاحب ذوق عالي هني. يعني قاعد اشوف شو عالمي. الصوت هذا ما اجى من سنه 2003 الى يومنا هذا. أصواتكم مشاهدينا هي اللي تقرر. لحظات وتنطلق الحلقة ما قبل الأخيرة من يوز تالنت. قلنا حلمنا مستحيل، اتذكرنا بالعراق، ماكو مستحيل. قلنا حلمنا نجوم، سما العراق سمعتنا وجمعت لنا احلى نجومها والمعها بمكان واحد على مسرح واحد عبر شاشه واحده. من ام بي سي العراق حياكم الله بالحلقه ما قبل الاخيره من يوز تالنت، حلقه نصف النهائي وعارضنا الليله مباشر. 10 مشتركين وصلوا لهذه المرحله. من الليلة القرار أصبح بيد المشاهد العراقي فقط. بعد لحظات ينفتح باب التصويت ويبقى لآخر البرايم. من بين 10 مواهب أنتم تقررون من المواهب الخمسة اللي تستاهل تبقى للنهائي وتنافس على لقب يوز تالنت وجائزة 77 مليون دينار عراقي. شلون؟ طبعاً على تطبيق آسيا سيل. يوز تالنت هو جزء من برنامج يوز من آسيا سيل اللي يخليك تعيشها أونلاين بكيفك وبالستايل اللي تختاره، فهو مصمم للشباب عشاق الديجيتال ويرتقي بيهم لحياة جديدة. المواهب العشرة اللي حنشوفها الليلة، خمسة منهم انتو اختاريتوهم مشاهدينا وخمسة اختاروهم حكام يوز تالنت. نرحب بالحكام الثلاثة. الفنان حسام الرسام. الشاعر رائد أبو فتيان. الممثلة هند نزار. أهلا بكم بنصف نهائي يوز تالنت. يا اهلا يا اهلا. اليوم الحماس كبير يا لجنه التحكيم، واهلا بكل الجمهور الموجود ويانا اليوم، بكل وكل اللي يتابعنا عبر ام بي سي عراق. ابلش ويا لجنه التحكيم. حسام، شنو توقعاتك لحلقه نصف نهائي يوز تالنت؟ والله يعني جدا سعيد بهذه الخطوه. شكرا لآسيا سيل، شكرا لكل القائمين على هذا البرنامج. المرحله هذه مرحله مهمه جدا بالنسبه للمتسابقين. انا عندي امل الجميع راح يقدم اشياء حلوه اليوم، الجميع مبدع، حتى الاخوان اللي خرجوا من المسابقه ايضا اوجه لهم تحيه، وعندي امل بالجميع راح يكون هو نجم العراق ان شاء الله. شكرا لك حسام.
رائد، اليوم الرحبة مختلفة، اليوم احنا مباشر، تحس اكو فرق راح يصير على المشتركين بين الاوديشنز والبرايمز عن المباشر اليوم؟ اول شيء مساء الخير على الجميع، ثاني شيء اتمنى التوفيق لكل المشتركين، واحب يكون ببالهم شغلة واحدة، انه هذه مراحل التصويت معناتها انه انتم كلكم صرتوا مركز اول، انتم العشرة الموجودين هم الفائزين بالبرنامج بصراحة، يعني هذه شغلة واحدة. الشغلة الثانية اللايف كلش مهم لهم كاختبار، بما انه مروا بكل المراحل، اليوم مرحلة اللايف متأكد راح تكون لها طعم ثاني عندهم وراح يكونون قدها ان شاء الله يا رب. ان شاء الله، شكرا لك رائد. الله يخليك. هند يا جمالك اليوم. شكرا جزيلا. شكرا. شنو شو بس بيها تتغزلين؟ لا يعني انا قلت يا جمال يوز تالنت كله. ترى نستاهل ها؟ تستاهلون والله. هند جاهزة الليلة؟ أكيد جاهزة وسعيدة وفرحانة للمشتركين إن هم اليوم وصلوا ويانا لهذه العروض. بصراحة كل شخص وصل ويانا اليوم لللايف هو يعني خلص المفروض ما يفكر باللقب، لأنه هو فاز، هو فاز بالجمهور اللي صار عنده من خلال ظهوره، من خلال المشاركة الجميلة، من خلال الملاحظات اللي راح ياخذ بيها واللي يتعلم من عندها. فأني أقول لهم لكل المشتركين مبروك عليكم، وصلتوا اليوم ويانا لللايف. شكرا لكم لجنة التحكيم يوز تالنت. المواهب العشرة منتظرة على نار، وإحنا ما نطول عليهم الانتظار، نرحب بالمشتركين اللي وصلوا لنصف نهائي يوز تالنت. حسين مالتوس، محمد أغا، علي جمال، عباس جواد عطية، عباس مؤيد، جواد عادل، علي النعيمي وأحمد جا، علي الراوي وعمر إبراهيم، بلال حداد، عمر محمود. مشاهدينا باب التصويت على تطبيق أسيسيال بهاللحظة انفتح، وابتداء من هسه تقدرون تصوتون للموهبة اللي تلاقوها تستحق الوصول للنهائي. التصويت باقي حتى نهاية البرايم، وبنهاية الحلقة نعرف من المواهب الخمسة اللي راح تنتقل معنا للنهائي الأسبوع المقبل. أني بعد ما أقدر أنتظر، وأظن المشاهدين أيضا. يلا نبدي مع الموهبة الأولى، حسين مالتوس اللي أبهر هند وأذهل رائد وأبكى حسام، وتأهل بأصواتهم لنصف النهائي. يا ترى شنو طابخنا الليلة؟ حسين مبروك، ألف مبروك يا حسين. بابا شنو هذا صوت الموت اليومكم؟ في البرايم هواي شغلات حلوة صارت، الأحلى كان هو التأهل باختيار اللجنة من دون تصويت الجمهور. أنت فنان تستحق أنه تكون موجود بيوز تالنت؟ دائماً حسين صار المرة الثانية ينزل دموعنا. في هذا الزمان نادر نشوف مثل حسين. بعد العرض كانت هواي أصداء حلوة من قبل اللجنة، وإضافة إلى مشتركين اللي وياي، فكانت آراء وأصداء كلش حلوة ومفرحة جداً. حسين مالتوس أحلامه كبيرة جداً، ممثل إيمائي طموح جداً، جسد مرن وخيال واسع. الشخص اللي وياي الدكتور أحمد محمد عبد الأمير، صديق بمثابة الأب وداعم دائم بكثير من المشاريع بحياتي. حسين مالتوس ما عد بحاجة إلى تشجيع، لأنه الآن هو عنده حلم دي يحققه. للنصف نهائي محضر هواي أشياء مختلفة، الموضوع مختلف، الشخصية مختلفة، ما راح يتوقعون إيش راح أقدم. الأصدقاء والناس اللي حبت مالتوس صار وقت يوقفون وياه ويصوتوا له، إذا شافوه يستحق يكون يوز تالنت.
الله الله يا حسين مالتوس على هالرسالة الاجتماعية الراقية. يا مبدع فعلا مبدع ها حسام؟ اي والله مبدع. شنو رأيك؟ والله شوفي انا كتبت كم شغلة خلي اقولها واثق بنفسه. محترم جدا، مبتسم دائما، انيق بالادوار، التكنيك العالي، الكوميديا. انا اسميه هذا الرجل المختلف، يعني مختلف عن كل الاشياء اللي تصير بهذا البرنامج. كل شيء سهل عنده، ماكو شيء صعب. المتعه. انت شنو ناوي تبكينا بعد؟ لا ما تبكينا بعد. الله يخليك. شكرا 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 لان العراق بهذه الموهبه. شكرا لك حسام رائد، شفتك ما وقفت تصفيق. قل لنا شنو رايك بحسين اليوم؟ حسين اكبر من رايي بصراحه. اللي اقدر اقوله انه ما ابارك له، ابارك للعراق ولاده هاي الموهبه العظيمه. الف مبروك لكل العراق، فيك موهوب والله العظيم. شكرا لك رائد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك رائد. هند واضح الانبهار عليك، انبهرتي بحسين اليوم؟ يعني اتمنى يجي يوم انا وحسين نشتغل سويا، هذا اللي حسيته على المسرح. يا سلام. اي والله، يعني حسين فنان، فنان حقيقي وصادق. والدليل انه هو كل موضوعه يتناولها عندنا بالبرنامج تلامسنا وتلامس الشعب. هذا هو الفنان، الفنان اللي هو يحكي معاناة الناس، مو شرط شعبه هو نفسه، معاناة الناس أجمع. هذا هو الفنان. فنان الفنان مثل حسين، حسين أثبت أنه هو فنان حقيقي ومختلف وصادق. والأحلى بعد أنه هواية أكو ممثلين وهواية أكو فنانين، لكن هو طلع بطراز مختلف عن الكل، وهذا اللي يميزه. وعفي عليه، وأحب الفنان والممثل اللي يطلع بوقت، اللي يطلع بوقت مليانه الساحه، بس هو يقول انا هياتني، انا مختلف واني فنان حقيقي. عفية عليك حسين، واتمنى لك كل التوفيق من كل قلبي. شكرا لكم هند ورائد وحسام. مشاهدينا لو حبيتوا انه حسين مالتوس يتاهل للنهائي صوتوا له عبر تطبيق اسيا سيل. شكرا لك حسين مالتوس. هسه مشاهدينا لازم تكونون جاهزين حتى تسمعون الصوت العراقي الأصيل. محمد آغا راح يغني أغنية كل العراق يحبها وهو جاهز. ومحمد آغا أيضاً تأهل بأصوات الجمهور لأن حبوه ووصلوا لهاي المرحلة. شنو معنوياتك؟ معنوياتي كلش زين عالية؟ إن شاء الله إن شاء الله أكيد. نار شو تقول لي لمحمد؟ آغا يا آغا نريدك تولع المسرح الليلة. خلينا نشوف إن شاء الله. يولع الآغا المسرح إن شاء الله أكيد. كل التوفيق. نسمع لمن هل؟ أنا صديق محمد آغا، نقدر نقول أخوه. اليوم جايين حتى نسوي له مفاجأة اللي راح تأهله للنصف نهائي، وهذا الظرف هو اللي راح يعطي النتيجة لمحمد. افتح هذا. دفتح. شنو؟ حشون أمين. ألف مبروك. تستاهل. صراحة المفاجأة كانت كلش حلوة، صدق تفاجأت بها لأن ما متوقع إنه حيجون يمي ويسووا لي هذا السبرايز. طبعا يفوز التصويت. شنو هذا الشيء؟ يفوز التصويت الجمهور. تحت الظرف أباوع طلعوا لي من كل مكان، صراحة شعور كان حلو. اليوم فرحتي ما تنوصف. محمد آغا موهبة كلش عظيمة، أقدر أقول جبارة. أنا أوعدكم إنه المشاكل اللي صارت ما راح تنعاد. البرايم صارت عندي بعض المشاكل. أنت اليوم غنيت خطأ. إن شاء الله بالنصف نهائي ما خلي المشاكل تنعاد مرة ثانية. ومحضر لكم مفاجأة حلوة بالنصف نهائي وأغنية أوريجينال جديدة أمزجها ببعض الأشياء المعروفة البوبيولر، وإن شاء الله أكون على حسن ظن. قل لي ولو كذباً كلاماً ناعماً. طبعا انا اريد اشكر كل من صوت يوصل صوتي ويوصلني على مود يسمع اكثر من عندي، جزيل الشكر لهم واحد واحد. وان شاء الله ما خيب منكم بس استاهل. اقول وقد ناحت
ذا الهوى مع ذا الهوى ما ذبت طارقة نوى ولا قطرة لك بس لا بعد ما اريدك اني اصعب نعيشه وكأننا أموات نهوى ومن نهواه لم يقسم لنا ويهيم فينا من هواه شتات وتمر مثل البرق ساعة وصلنا وتطول عند فراقنا ساعة الله يا محمد آغا رائد شفتك مبتسم فأنا أحب أبدي ويا المبتسم طبعاً أبتسم محمد آغا حبيبي ابتسامتي زهراء شكوفو رائد احنا دائماً نقول عليك البشوشة هند محمد آغا تفوق على نفسه بصراحة يعني أهنيك والله من كل قلبي يمكن بالمراحل السابقة كان اكو مشكله صارت مره بالايقاع وصار كنت اتمنى تستمر بالبرنامج حتى تبين موهبتك الحقيقيه للناس اليوم انت تفوقت على نفسك اهنيك واتمنى تكون وانا بالنهايه شكرا لك رائد حسام محمد كان وعدنا مو هو عنده وعد ذكرني اني رائد كان وعدنا من البرايمز لنصف النهائي راح يغير بالشو مالته خلي تتكلم هند يلا ليش بعدين انا وراك ليش ها هو محضر قاعد محضر هين يلا اوكي اوكي تمام اوكي يعني بصراحه اللي صار ما متوقعته اني من عنده اليوم فعلا تفوق على نفسه وصدمني يعني استعرض كل شيء سوى والله كل شيء قدمه بهاي الاغنيه يعني كنت مفاجئه انت اليوم وفرحت لما صوت لك الجمهور ووصلت ويانا لأنه أنا أعرف أنت يعني فنان عندك شيء خاص بيك ولون خاص بيك لكن اليوم يعني هذا اللي المفروض تكون بيه من البداية حتى تصعد ويانا قبل بس الحمد لله أنت موجود واليوم استعرضت وقدمت واشتغلت وأتوقع كل شيء سويت بهاي الأغنية يعني جيت تستعرض بصوتك وتقول شوفوني شوفوا تراني موجود عافية عليك شكرا لك هند حسام وفى بوعده انا رجال انطي الحق صح محمد انت عازف مو تعزف جيتار بس جيتار تعزف عود كمانجا بيانو بس جيتار طيب انت عرفت ايش غنيت شنو المقام اللي غنيته شنو غنيت بس على السريع لا ما تعرف ايش غنيت يا مقام ما يحضرك يعني انت هيك قدمته زين انا تفاجأت لان هو غنى مقامين ويعني
ابتدى باللامي نهالي بالنهاون، ما اعرف شنو الغايه من هذا الامر. بعدين يا اخي انت عندك تحكم بالنفس، وعندك قوه دفع بالصوت، وعندك جاهزيه للنجوميه، ليش ما شويه تتعب على نفسك وتتعرف على المقامات وتتعرف على الموسيقى؟ لان انت رجل جاهز اليوم، انت اصبحت واحد من النجوم. بعد بداية الطريق بالمستقبل راح يتعلمهن. أريدك فقط يعني بعد المسابقة هذه إذا استمريت وإذا خرجت، أريد من عندك تعطيني وعد أشوفك مرة ثانية أنت حافظ المقامات، تعرف شو تغني. يعني أنت ترى تغني فرق تون، شو تغني فرق تون، الكلمات ما أعرفها، ما عرفت كل شيء، بس الموال اللي هو بدية تلامي قفلتني لها وانت ما أدري إيش غنيت، انتهت الأغنية. رح يوعدك حسام، اوعدني ان تكون جاهز ويانا للنهائي. شكرا لك، لان انا احبك واحب حضورك، فيعني يأسفني ان اتكلم بهذه الطريقه. اريد منك توعدنا ان تكون جاهز مره ثانيه. بس ما تفوق عن اول مره من كان ويانا؟ لا ما متميز، المره الاولى كان احلى والله. اي والله انا اليوم عجبني اكثر. اكيد محمد، شكرا لكم لجنة التحكيم. مشاهدينا لو حبيتوا عرض محمد الأغا صوتوا له عبر تطبيق سيسيل. احنا فاصل سريع ونرجع لكم في نصف نهائي يوز تالنت. مشاهدينا هسه بدا دوركم، مجال التصويت على تطبيق سيسيل مفتوح، صوتوا للموهبة اللي برأيكم تستاهل. حسين مالتوس، محمد آغا، علي جمال، عباس جواد عطية، عباس مؤيد، جواد عادل، علي النعيمي وأحمد جا، علي الراوي وعمر إبراهيم، بلال حداد، عمر محمود. رجعنا وياكم مشاهدينا الاعزاء بهاي الليله الجميله، واذا ما حملتوا تطبيق سيسيل ايش منتظرين؟ حملوا التطبيق وصوتوا للموهبه اللي تريدون تنقلوها للنهائي من هذول النجوم العشره اللي موجودين يمي. طبعا سيسيل عالم رقمي، وبكيف الشباب. نار شو تقولي للمشتركين؟ علي نعيمي واحمد شاء اللي تاهلوا باصوات الحكام صاروا جاهزين ولحظات نتابعكم. متحمسين شباب؟ متحمسين هواي. كل التوفيق. العازفين الرائعين أحمد وعلي. ألف مبروك إلى أحمد وعلي. لما اختارتنا اللجنة كان شعور مفرح، صدمة، تضارب مشاعر. هو وصولنا للنصف نهائي من بين كل هذه المواهب الجميلة، أنا يعني أشوفها بحد ذاته إنجاز بصراحة، أهنيني. أنا يعني أبارك للعراق ولادة هاي المواهب العظيمة. اليوم بدعتوا، هذا المكان هو إلكم، تعدكم رشاقة، رشاقة مسرح. كنا واثقين كلش من أدانا، وعكسنا نظرة مهمة على المدرسة اللي جاي نقدمها اللي هي المدرسة التعبيرية. بما انه اني الاخ الاكبر لعلي وصديق احمد، دائما اقولهم حسوا بداخلكم انه انتم مقصرين امام الجمهور، حفزوا روحكم انتم. حاضرين للنصف نهائي اشياء هواي مختلفه، مو شيء واحد، هواي اشياء مختلفه، شيء مختلف وجديد وغريب. علي واحمد يستاهلون دعمكم، واحنا اكيد راح نكون يستاهلون. انا علي وانا احمد، اذا لمسكم احساسنا صوتونا. Thank you.
حبها مكنون في الحشا مخزون أيها المفتون كم بها العراق أخذتونا إلى عالم ثاني يا علي وأحمد. حسام شفتك بس سجل، ممكن تقول لنا شنو سجلت؟ أنا سجلت الحضور، مهم جدا حضورهم كان جدا مهم. الثقافة الموسيقية اللطيفة، الثقافة الموسيقية هي هذه اللي خلتنا إحنا نصفق بدون شعور. صح. التفاهم اللي بيناتهم بالنظرات، وهو هذا جداً مهم بالنسبة للموسيقيين، يعني بالخلال النظرة أنا أعرفه راح يحول وزن، راح يحول مقام، راح ينطفة شيء ثاني. بعدين هم عالم آخر، أنتوا عالم آخر، والشيء المهم أنهم هسه اثنينهم يعني باستطاعتنا أن نوديهم على مسرح، إن كان بحجم هذا المسرح أو بحجم 10,000 متفرج راح يبدعون نفس هذا الإبداع. صح. شكراً لك حسام. هند، شنو رأيك بالعرض اللي سووه اليوم؟ والله شنو أقول، ملوك الإحساس فعلاً، والله أنتوا يعني ملوك الإحساس، مبدعين مبدعين يعني. والله لو أبقى شقد 12 ساعة أسمعكم، 10 ساعات أسمعكم، ما أمل من عندكم ولا أغفل عنكم ثانية واحدة. اللي قدمتوه هذا السهل الممتنع، يعني أنتوا نموذج كبير يحتذى به للشاب العراقي. نعم. يعني هذا هو الشاب العراقي، فنان مثقف مثقف. الصورة اللي أنتوا تعكسوها اليوم عن الشاب العراقي أني أفتخر بها، أني أفتخر بأبناء جيلي، أني هنا، أني هنا بهذا عمري موجودة حتى أحاكي أبناء جيلي وأقول هذولا إحنا موجودين ما يستهان بينا. فبرافو عليكم وشكراً لكم. شكراً إليك هند. رائد، رأيك؟ أصفق لهم أول شيء. أحمد وعلي عرفون إيش قد أحبهم في دول عيونك، ما شاء الله عليهم ما شاء الله. أنا أتمنى شيء واحد، إنه تبقون على طول سوا، يعني التناغم اللي بينكم عظيم لدرجة خيالية. شوف أنتوا اللي تتقدموا كل الزينة تعرفون، العزاف بعد مرحلة طويلة من عمرهم يلا يقدرون يقدمون شيء للجمهور. أنتوا بهذا العمر ما شاء الله هالقد متمكنين، هالقد بروفيشنال، يعني شيء رهيب. أبو الإيقاعات عندك فرصة تكون أعظم أبو إيقاعات بالعراق، والله العظيم يعني ما شاء الله عليك. يعني أي شيء له علاقة بالإيقاعات خلينا نقول فلسة فلس، يعني ما شاء الله عليك. يعني أنت ما تعرف إيش قد أحبك. بالمناسبة أنا أحضر لهم، يعني من يقدمون شيء على مسرح أروح أشوفهم، هل قد ما متمكنين. أتمنى والله. شكراً. أتمنى أشوفكم نهاية البرنامج إن شاء الله، أحد أبطالها يعني. شكراً لك رائد وهند وحسام. مشاهدينا، إذا حبيتوا موهبة هالشابين صوتوا لهم عبر تطبيق آسيا سيل هسه. شكراً لكم علي وأحمد. عباس جواد عطية اللي تأهل بأصوات المشاهدين صار جاهز. عباس
لحظات والمسرح يصير إلك. مرحبا، أنا فراس صديق عباس جواد. إحنا اليوم جاي نفاجئ عباس بصعوده إلى نصف النهائي. خليك مقدم راسي، خليك. لا بربك لا فراس. والله قران حسين حكيت فايز انت يا عباس. داي جنوك يا عباس. الاشخاص اللي كانوا وياي علاوي اخوي وصديق فراس اللي هو حضر لنا مفاجاه، وكانت مفاجاه جدا جميله. بالبيت صار لنا 3 ايام ما نايمين، يعني نريد نسمع النتيجه، والحمد لله والشكر راح نصف نهائي. يعني منطلق يا حقيقه لحد الان متفاجئ، يعني ابوع يعني شو يضحك علي ما اعرف، انه بيناتنا احنا شقه دائما. هذا الشيء اجى من بعد تعب اسبوع كامل، كانت مفاجاه جدا جميله. وحشة بدوني. الابراهيم كان جدا جميل، وحاولت انطي اقوى ما عندي وكل طاقتي. انت اليوم اثبتت انك عندك موهبه، وهو هذا اللي ندور عليه في هذا البرنامج. اكيد بنصف النهائي محضر شيء راح يبهر اللجنة والجمهور. أحيا وأموت على المسرح. أشكر الناس اللي وقفت لي وساندتني ودعمتني وصوتت لي. أنا بعدنا أريدكم وبعدنا محتاجكم، وأريدكم توقفون وياي في مرحلة النصف النهائي. ما تلقى مثلي وطن، سافر بكل حلك. عاتبني ذهب، عاتبني ذهب، عاتبني ذهب، تلقى ضوى الليل. عاتبني إذا تلقى ضوى الليلك. أوي 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 أوي، والعلة بدليلي. صار لك يومين ما عاتبني، خبطت وبعد ما تحبني. صار لك يومين ما عاجبني، خبطت وبعد ما تحبني. والله ما يظن بس فيه، والله هذا سكوتك متعبني. والله هذا سكوتك متعبني. يوم وين يا عجبنا صوتك وحضورك وأدائك. الله عليك يا عباس. هند شنو رأيك؟
رأيي من رأي الجمهور، وشفتوا أنتوا الجمهور إيش قد تفاعل ويا عباس. يعني عباس كنت ملك على المسرح اليوم والله العظيم. يعني شنو صاير بكم أنتوا هاي الفترة المشتركين؟ أتوقع أكو 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 يعني صار هذا التنافس الشريف بيناتكم، إنه الكل يريد يكون مبهر على المسرح. أنت اليوم صح؟ أنت اليوم كنت ملك على المسرح، يعني غير عباس اللي شفناه بالمرحلة الأولى وبالمرحلة الثانية. يمكن أني بالمرحلة الأولى ما أتذكر، أتوقع أني ما انطيت صوتي. اليوم أنطي صوتي وأنطي صوتي وأنطي صوتي طبعاً. عفية عليك، عفية عليك. شكراً إليك هند رائع. أحيا وأموت على البصرة. ما عندي صوت. أهم شيء الفكرة. أهم شيء إنه نموت على البصرة. شكراً إليك هند. رائد شنو رأيك؟ يعني هذا اللي ردت أقوله، عباس نكهة بصراحة، يعني بريحة العشار، الصبور، الجنوب الأسمر، يعني جاب البصرة والله وياه، يعني حسسنا أنه فعلاً أكو نكهة بصراوية بالأغنية، اللي هما دائماً يتميزون بهذا الصوت. ما شاء الله عليك، صوته شيء خاص يشبهه بس هو. زين، التطور ما شاء الله مرحلة بعد مرحلة. أنا أمانةً بالمرحلة الأولى قلت هذا يعني عباس بالزايد للمرحلة الثانية، بس أثبت إنه المنافسين وإنه قناة MBC ده تشتغل ويا الشباب وده يطوروهم وما شاء الله عليهم. اليوم نشوف يعني على الجمهور يعني ما تكتفي بمشاركة. عباس أنا أتمنى أحضر لحفلة كاملة. والله العظيم. شكراً. يعني من كل قلبي فرحان لك وأتمنى أشوفك بالنهاية. شكراً لك رائد. نجي صاحب الاختصاص، عفتك بالأخير حسام، شنو رأيك اليوم بصوت عباس؟ والله خلي نتكلم بكل صراحة. عباس شلونك؟ عباس إيش غنيت؟ حجاز. شنو؟ حجاز لا بيمول. عافية عليك. يعني أنا ما علي بالدرجة، بس هو أكو تسمية لهذا الحجاز، شنو هي؟ خلي حجاز، عاشت لك حجاز. أنت اليوم عندك ثقة عالية جداً، وعندك الفرحة، فرحان من كل قلبك تغني، وجاي تقول إنه أنا اللي راح أخذ الجائزة، أنا الستار، أنا النجم، أنا نجم العراق. هو هذا الشيء. تدوي العين. وعباس أخذها مني ومن أخوك، أنت مطرب جاهز. جاهز. شكراً لك حسام. شكراً لكم لجنة التحكيم. مشاهدينا، إذا حبيتوا موهبة عباس صوتوا لها عبر تطبيق آسيا سيل الآن. شكراً لك عباس. هسه ويانا جواد عادل اللي تأهل بأصوات الجمهور. اليوم مجهز قصيدة، بس يا الله شلون قصيدة. جواد الليلة حتبكي هند والوالدة والجمهور مثل العرض الماضي؟ أبداً. اليوم رسالة اجتماعية والسيناريو مشهد إن شاء الله راح أقدمه بطريقة عربية، وراح أمثل الشعر العراقي خير تمثيل إن شاء الله. متشوقين. أكو نقطة مهمة وسؤال سريع، أنت شاعر كثير إن شاء الله، وإن شاء الله راح أقدم مشاهد جد الشعر. هذا يعتبر منافسة قوية، ترى لعب بالك سهلة. جاهز؟ جاهز مستعد. كل التوفيق. صفقة قوية لجواد. أنا عباس أخو جواد عادل، اليوم جايين نفاجئ جواد بصعوده لنصف نهائي من البرنامج. حالياً أحمد صديقنا راح يجيبه ويجي من البيت، إحنا إمكانينا يوصل حتى نسلمه هذا الظرف. وين معود أدور عليك؟ اليوم كله أدور عليك. هاي أخوالك إياها ولد لزهلك. أول ما وصل للظروف شتت إحساسي بين القلق اللي كنت عايشة وبين فرحة التأهل. موهبة جواد موهبة كلش حلوة، هي هو يحب الموهبة الشعرية يعني من زمان. جهز ابني يا ملك الموت إذا ممكن بعيد اخبر. اللي قدمته بالإبراهيم المشهد الأخير هو مشهد مهم بحياتي، مهم لعائلتي، مهم لأصدقاء الناسي. قصيدة موضوعها صعب، اللي هي ممكن تذكر الإنسان بالموت. كنت حريص أنا أقدم هذا المشهد بكل تفاصيله، وبنفس الوقت اعتذرت من أشخاص كل شواي لأن حسيت أنه كنت سبب بدموعهم. أنت فنان
وشاعر كبير. النصف نهائي راح اتناول شخصية موجودة داخل المجتمع العراقي لكن ما مسلط الضوء عليها سابقا، ولكن الحبيب وانا درجع كل شيء لمكانه. الشعر العراقي لازم ينتقل الى مرحلة جديدة، وبطموحي وبطموحهم راح يخلونا بالنهائيات، لان الشعر العراقي رسالته مهمة لكل المجتمع. عند ساعات الصباح الأولى طرق بابنا المستور ريح الشتاء وبباب المدينة، الماء المسكوب خلفي عهد ينذرني بالعودة، عبر زجاج الباص المكسور أرى الحرية بمشهد درامي، سيمفونيته جملة الشهيرة ورد للبيع، ورد للبيع وشرط للي يشتري مني ياخذ لون وردة تمثل ايامه، من الجامع اشر لي، من الجامع اشر لي، اجيك واقرع عينك من ورا الجامع، ورد احمر، ورد ابيض، ورد اسود، الوان الواقع، الاحلام اوفرها لك كلها، شلون تشوف بعيونك الدنيا نطيك لون لها. إشارة بالتقاطع هي لتحدد عدد المبيعات وأحلام الزبائن. ورد للبيع، أنت أحمر بيعك بس إذا تقدر عبر عن مشاعر قلبك أنت أكثر، عيش أيامك وحب نفسك ولا تخاف ما دام الحياة وياك لون أحمر. ورد للورد، ورد للبيع، سيارة قديمة وشخوص كبار، طلب مني ورد أبيض، ورد يشبه ورد راسي، ملامحهم غريبة وكلها حنية، أحسهم من فيلم جايين، أحسهم نسخة أصلية، أول مرة أشوف اثنين يمتلكون هيك إحساس، إحساس الموتى والأحياء، إحساس الكرة الأرضية لقيتها بوسط سيارة، وفيروز وأغانيها أول مرة بالشارع أحس بيها. ورد للورد، ورد للبيع، ومرباص الدراسة الفاتنة من سنين، والأطفال فتحوا جامة الباص، وطفل قال الطفل قلة هاي الوردة شكلا لو طبيعية معانيها، طبيعي الورد هذا المو طبيعي الناس، طبيعي الورد هذا المو طبيعي الناس، مختلفين والثابت أساميها، والسائق تدخل نزل الجامع وبقى يحكي ويا واحد ما أذكر شكله بس أذكر سمعته يقول له يا بايع اقتراح نطيك وبملك منافع، المرور نطيته قاعد قاعدة بالبيت، ووقف أعمالهم من الشوارع، وأطفال العراق تنظم السير لأن كسبوا الخبرة من التقاطع. ورد للبيع، ورد للبيع، ورد للبيع، أو لا خطيئة اللي يشتري الأسود، هاي الوردة شخصياً اللي والروح شاريها، هاي الوردة تشبه واقع الكل انكسارات، أمل من كل شي حتى من أهلي مرات، وشوارع كربلة بعيني متاهات، يا لاهي الأرض ما حبيتها شلون، بل كترها مسكن بالسماوات، ممكن طير صير وممكن جناح وممكن ساعة خير بي النجمات. مو معقولة يا جواد، من بائع إحساس، من بائع دموع إلى بائع ورود، الله عليك يا جواد. ما أعرف لمن أسأل أول، يعني نشوف التأثر على وجهك يا حسام. أنا ممكن أقوم أسلم عليها؟ أكيد. الله مبدع والله كبير. التأثر كان واضح على حسام.
حضورك الجميل هو. دائما احساس جواد عالي. قل لنا شنو اثر عليك جواد؟ الموضوع موضوع الورد، احنا قليل نتعامل مع هذه النبتة. هذا الورد ما اعرف ليش ما نزرعه ببيوتنا، من نشوفه انقطع وما نعرف لمن ننطيه. انت اليوم ذكرتنا بالورد هذا، ننطيه لامنا، ننطيه لحبيبتنا، ننطيه لاختنا، ننطيه لبتنا، ننطيه جيراننا، ننطيه للرجال الكبير، للصغير، للطفل. فانت يا انت شفت ورد شايل ورد جواد، انت صاحب الحضور الساحر، هاي وحده. انت شنو ناوي؟ انت ناوي تبكينا كل مره؟ شلون فهمنا؟ انا ورد ابيض بس انا سوداء. زين زين والله هي اليوم حيره، اليوم حيره، واحد احلى من الثاني فعلا. يعني دوختونا يعني ما اعرف بعد تنتظرك هوايه مواهب يا حسام. شكرا لك. هند شنو رايك؟ والله قبل شويه ابو ادم يقول لي ذولا ايش ناويين علينا اليوم المواهب، قلت له ما اعرف، يعني واحد احلى من الثاني الحمد لله والشكر يا ربي. هذا يعني هذه الوجوه، وجوه الـ يعني الشاب العراقي المفرحة واللي نفتخر بيها واللي نفرح بيها واللي الحمد لله والشكر اليوم قاعد نقدمها بطريقة تشبههم وتليق بهم. أكو شغلة أريد أقولها على جو، إحنا نطينا هذا اللقب طبعاً بالبرنامج، هو الـ يعني الممتع بيه والساحر بيه، أنا أقول عنك ساحر أنت، الممتع بيه أنه يختار الموضوعة، موضوعة ما حد متطرق لها، جريء، جريء باللي يقدمه، جريء ويلامس الواقع، يعني هو موجود لكن ما حد ينتبه عليه. اليوم هو حكى بأخواننا رجال المرور، اليوم لامس أطفالنا وأولادنا اللي بالتقاطع، اليوم حكى عن مشاعرنا وعن إحساسنا. يعني أنت الورد بكل ألوانه فعلاً. أنت الورد بكل ألوانه فعلاً. أنا أحييك لأنه أنت شاعر بطريقة مختلفة، يعني مختلف وحدك، يعني بالساحة ما حد يشبه لونه فعلاً. صح أبو ود، ما حد يشبه لونه، طريقة مبتكرة جديدة، مبدع، مبدع، غريب جواز. غريب شنو المواضيع اللي راح تحكي فيها بعدين؟ شكراً شكراً لك هند. جواد ينتظر على نار رأي صاحب الاختصاص. رائد شنو رأيك بجواد اليوم؟ بداية المسابقة أنا تأسفت أنه عدد الشعراء الشعبيين قليل مشتركين بهذه المسابقة، بس أجواد غير هاي الفكرة عني. جواد ما كان واحد بهاي المسابقة، كان مجموعة كاملة، كان فئة شعراء مو شاعر واحد. والله العظيم بدون أي مجاملة جواد شاعر كبير، هذه الدرجة الأولى، وكلمة كبير ما تنقال لأي واحد بصراحة. جواد بكل مرحلة يثبت أنه هو شاعر كبير. ليش؟ بدأ بالمرحلة الأولى بالعاطفي، يجنن، قرأ غزل ونسنا. بالمرحلة الثانية أنا فاجأني، تناول موضوعة الموت وناقشها بطريقة وحكى عنها بطريقة الدل على هو شاعر متمكن. صح. بكل ميادين الشعر. اليوم اجى بموضوع انساني اجتماعي رائع جدا تناوله، اني ما كنت اسمعه بابني، الله يشهد عليك كنت اسمعه بصدري، كان اكو اشياء تتحرك بصدري هو ويقرا القصيده. اهنيك من كل قلبي، اتمنى من كل قلبي تكون نجم هذا البرنامج. شكرا لكم لجنة التحكيم. مشاهدينا صوتوا لجواد الآن عبر تطبيق أساسين لو حبيتوا موهبته. شكراً لك جواد. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع لكم في نصف نهائي يوز تالنت. مشاهدينا هسه بدأ دوركم،
مجال التصويت على تطبيق أساسيال مفتوح، صوتوا للموهبة اللي برأيكم تستاهل. حسين مالتوس، محمد آغا، علي جمال، عباس جواد عطية، عباس مؤيد، جواد عادل، علي النعيمي وأحمد جا، علي الراوي وعمر إبراهيم، بلال حداد، عمر محمود. هلا ومليار هلا بمشاهدي يوز تالنت اللي قاعدين على اعصابهم ينتظرون الاسبوع الجاي حتى يعرفون منو راح ياخذ لقب يوز تالنت وجائزه 77 مليون دينار عراقي. علي جمال راح يبهرنا على المسرح وراح يقدم لنا لوحه تشبه جمال العراق. علاو جاهز؟ جاهز جدا. طبعا حسين، علي جمال هو فنان بمعنى كلمه، بكل عرض يبدع ويفاجئنا اكثر، فاليوم احنا متحمسين حتى نشوف عرضك، وكل التوفيق حسين. بالتوفيق. فايز علي جمال. الف مبروك علي جمال. والله كانت تجربة جيدة، وقدمت بالعمل السابق فكرة العمال وشلون ممكن نعيد تدوير البلاستيك ونحولها من نفايات إلى لوحة ذات قيمة، والحمد لله صرت من ضمن المتأهلين مرحلة النصف النهائي. من النفايات سوينا هذه اللوحة العظيمة. يا ريت تعلمني هاي الأشياء. أنت تستحق أن تكون بيوز تالنت وعلى شاشة ام بي سي. ما شفت يعني مثل موهبة علي، مو لأن أخوي، بس يعني بصراحة موهبة أشوفها ما متكررة على مستوى العراق أو حتى على مستوى الوطن العربي. عقيل أخوي ويساعدني بهاي الأشياء، خاصة من نفتر سوق مريدي وباب الشرج وهاي الاسواق، يساعدني بالشراء والتفاصيل ومرات يصورني دور قطع البلاستيك او مثل هاي مال تشيبس ليز وهاي التفاصيل. فالاسواق اللي مفتحه من تعزي احنا نروح شو نسوي؟ ناخذ القطع البلاستيكيه مالتها، الكراتين، اي شيء يحتاجه. حضر فكره جديده لا تخلو من الغرابه والمتعه وبيها تكنيك مختلف. اقول للجمهور فقط استمتعوا، لان بالاخير الفن رساله ومتعه. ترقبوا وشوفوا علي جمال ايش راح يسوي. سلام على هضبات العراق وشطه والجرح
والمنحنى على النقل بالسعفاء في الطوال على سيد الشجر المقتنى على دجلة فاض آديها كما حمى ذو حرج فاغتلى ودجلة تمشي على هونها ويمشي رخيا عليها الصبا ودجلة له الصبايا الملاح تخوض منها بماء سرى تريك العراقي في الحالتين يسرف في شحه والندى. علي جمال تحية لموهبتك يا علي وأكيد الرحمة لروح شاعرنا العظيم محمد الجواهري. شكراً لكم. أبلش وياك رائد، شو رأيك بهالفن الرائع؟ هو علاه وخلى رأيي يعني ما شاء الله عليه والله بكل مرحلة دي يفاجئنا بطريقة غريبة ما شاء الله. أول شيء الصورة، شكراً 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 ام بي سي على هذا الجمال الكامل، شكراً للمخرج، شكراً لكل الكادر. علي فاجأنا يعني أنا يعني شفت يجمع الجنوبي والغربي يعني شنو جدي يسوي. فاجأنا شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري وهذا علي والله العظيم اللي يقدر بدقيقتين يقدم هيك لوحة عظيمة بتفاصيل مختلفة. هذا إذا يدل على شيء يدل هو فنان كبير وصاحب عقلية ما أعرف شو أسميها، ما العباقرة يعني. اتوقع موضوعك اكبر من موضوع الرسم، اتوقع راح تكون مهندس او شيء عظيم بالتصاميم انت يا علي يا مبدع. شكرا لك رائد والله. هند شنو رايك بهذا الفن اللي قدمه اليوم علي؟ علي هو صانع الجمال، يعني علي يصنع الجمال من كل شيء. يعني يمكن علي اذا انطي اي شيء اقول له علي سوي لي من هذا شيء حلو، سوي لي مو صح، من كل شيء يصنع الجمال. وهذا علي دماغ والله، يعني دماغ فنان صدق عبقري، مبتكر، كبير، فنان موهوب، ما أعرف شنو أسميها، شنو من الشماغ، شنو من العباية، سويت لوحة بهذا الوقت القصير بهذا الحجم. وعلي طبعا الأشياء اللي دي شوفنا إياها لأنه الوقت قليل، بس علي يعني علي عنده إبداع إذا تنطي وقت ما بالضبط، ما عنده حدود علي بالإبداع، ما عنده حدود، ومجنون علي، مجنون مجنون. شكرا. مجنون بالفن اللي قدمه، يعني يسهر عليه أيام وساعات وليالي وما يمل ولا يكل. فعلا. شكرا شكرا, شكراً لك علي، أنت تشبه هذا المكان هواي. شكرا شكرا لك. حسام رأيك؟ علي جمال أنت أصيل، وهاي الصفة يعني تستحقها، تستحقها بجدارة. أنا كتبت هواي أشياء، أهم شيء يعني أنت عندك هذا الاهتمام بأن تقدم لوحة فنية بها رموز. هاي اثنين، أنا أحب وعيك، أحب هذا الفن، أحب هذه الطريقة الجديدة، أحب هذه الفن التجريدي، الفن اليدوي، هواية أشياء عندك. شوف أنت رسمت رسمت العراق من الشمال للجنوب، الأزياء، الرموز تدل على أصالتك. إحنا نتعلم منك يا علاوي ونتشرف بيك، يعني نتشرف بمعرفتك. وهذه الصورة، هذه الصورة راح تبقى راسخة بأذهان كل عراقي. شكرا لكم لجنة التحكيم. مشاهدينا إذا حبيتوا علي يبقى للنهائي صوتوا له عبر تطبيق آسيا سير الآن. شكراً لك علي جمال. اكتشف الطريق ويجوز من آسيا سير، حيث يكون الشباب سفراء للتقنية ورواداً للابتكار. عباس مؤيد اللي تأهل بتصويت الحكام، صاحب الصوت الدافي والحنين، صار جاهز. عباس احكي لي العرض المباشر، رحبت أكبر، خايف؟ أكيد يزيد التوتر، لأن كل ما نتقدم بالمراحل تزيد المسؤولية، بس إن شاء الله نقدم شيء كلش حلو. وانت راح تكون قدها. كل التوفيق يا عباس، نسمع صفقه قويه لعباس. باعشار بسيطه جدا عباس مؤيد تفوق على جو. اوه الف مبروك، الف مبروك. وبما جرى
الابراهيم ما اتذكر شلون كنت اغني لان كنت بغير عالم، بس من كملت وسمعت راي اللجنه عرفت انه انا مسوي شيء كلش حلو. يعني انا هسه استحي اقول رايي بيه. شفنا صوت قوي. اراهن على هذا الرجل انه هو نجم المستقبل. احساس وانا بالنصف نهائي احساس عظيم وفرحه ما تنوصف. ولعت المسرح يا عباس. الشخص اللي وياي اخوي الشاعر حسين السعيدي ويعني لي كل شيء لان هو اول الداعمين لي. يعني انا شجعه من اسولف له عن تجارب الاخرين حتى يشوف طريق النجاح ويقتدي بي. هواك من بدري يا حبيبي وكل دفين. يعني للامانه انا اتذكر خطى خطوه وما توفق بها، بس فرحت من شفته ثبت وجوده ببرنامج يوستالنت. حضرت للنصف نهائي لون مختلف عن اللي قدمته بالمراحل اللي فاتت وإيقاع شوية أسرع. صراحة أنا كلش عندي ثقة بروحي وأحس بنفسي راح أوصل للنهائي، وأقول للجمهور إذا حبيتوا هاي الأغنية بصوتي صوتوا لي. لك تنزل ألف دمعة وإذا أتنفس بدونك أحس ويا النفس وجع. هذا أنا حالي صار من أنت مو يمي، حسي الضيم الكون مخبوط ويا دمي. يا أغلى ما عندي مليت أنا لوحدي وكنت بحلم فزي والحلم شي رجع. يسألوني حبيبك وين وين وظل حاير شجاوبهم ويقولون انساك انساك ولا صديق اطاهم. امن يا روح الروح ما تغيب عن بالي، قلبي لك محجوز والهسه ظل خالي. قلبي ابد ما يخون غيرك يهيم شلون، صبح ومسا ينادي معقوله ما تسمع. أنا أتمنى العمر ما يطول شل بعمري وياي، كنت يمي وأقول بعيد هسه تمرني بأحلامي. صدقني ما مرتاح لا يوم متهني، راح الفرح وياك يوم رحت مني. يا عمري لك ملهوف دونك صرت ما اشوف، وتخيل انت الليل من تنطفي الشمعة. الله على هالصوت، شوفوا بس شوفوا ايش قد تفاعل وياك الجمهور. عباس شفته قمت رائد، شو رايك في صوت عباس؟ اول شيء ارد اقول له ايش طالع، يعني ما شاء الله عليك ما شاء الله. والله عريس عباس مطرب يجنن، وانا لحد هسه اعتبره مظلوم بالمسابقه بصراحه. يعني اوكي صعد مراحل، الصدى اللي سواه حلو، بس عباس يستحق اكثر من الصدى اللي صار له امانه. فنان والله، فنان رائع.
تلون بالغناء بكل مرحلة أنا منتبه له قدم شيء مختلف عن الثاني، بكل مرحلة قدم شيء ما يشبه الشيء الثاني. هذه الأغنية كل الصعب يعني على سرعتها يكون بيها تصرفات وعرب، بس الدليل هو موهبة كبيرة يتصرف بأي أغنية كأنه قفد عجينة بيده ويشكلها مثل ما يريد. أنا خاف أحتحتها وتنحسب علي، بس هو نافس ماجد المهندس على الأغنية والله العظيم. والله ما شاء الله عليك يا عباس، شكرا لك رائد. كلام أكيد يهم عباس. هند أغنية رائعة وصوت رائع، وقع واحد مشكلة بس عبي يستاهل عباس والله العظيم. يعني عباس أني ما كنت أعرفه قبل المسابقة، لكن أني من أول الناس اللي صرت من جمهوره بأول مرة سمعته والله العظيم. يعني أنت يعني أنت شقد فنان بكل شيء، بإحساسك، بوقفتك، بالحضور مالتك، بابتسامتك اللي تدخل للقلب قبل صوتك. يعني بس أشوفك واقف أنت تدخل يعني للقلب، حضورك مريح للعين وشكلك، وأنت يعني أنت فنان كامل. تعرف أني شقد أعزك، وتعرف أني شقد أقول لك أنت مهذب وأنت راقي وأنت محترم. يعني عباس أنا ما أحكي عن صوته، لأنه يعني صوته عباس ما يتقيم بصراحة. عباس فنان مختلف مختلف، ويلزم الأغنية ويتصرف بها بطريقته ويفيك بها بطريقته وبكيفه ويقدر وقدها، لأنه هو عباس فنان فريد من نوعه، فريد من نوعه. وفعلاً عباس يستحق أكبر وأكبر 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 من هذا الصدى اللي أخذ بالبرنامج. أتمنى أنت تكون صاحب اللقب إن شاء الله. شكراً شكراً إليك، شكراً إليك صاحب الاختصاص. إيش قد مهم اليوم وجود عباس وصوته ويانا بيوستالنت. أنا دائماً أسجل الملاحظات، يعني أحب هو من نشتغل يعني من غنى أنا أدون، أنا ألاحظ الحركات، ألاحظ التصرفات كلها أسجلها. أولاً عند استرخاء، وهذا مهم جداً. أكو كبار من الفنانين ما أريد نجيب أسماءهم ما عندهم هذا الحضور، هاي وحدة. صوته تحسيه علاج. بعدين عنده هدوء، هدوء تام عنده، ينطي للأغنية روح ثانية، يعني كأنه هو صاحب هذه الأغنية، يغني من كل قلبه فرحان. التصرفات والعرب صحيح دي يزيد بها، ولكن هي حلوة لأن دي ينطيها بمكانها. العرب اللي سويتها، تصرفات، سيطرتك على الأغنية، سيطرتك على المقام، سيطرتك على التون، سيطرتك على الوزن، أنت مسيطر فعلاً. شكراً لك حسام، شكراً للحكام. مشاهدينا إذا حبيتوا عباس مؤيد يبقى للنهائي، صوتوا له عبر تطبيق آسيا سيل الآن. شكراً لك عباس مؤيد. مليون من آسيا سيل نطلع من التكنولوجيا فن، حيث تصبح الابتكارات والأفكار الجريئة جزءاً من حياة الشباب اليومية. مشاهدينا، عمر محمود هو آخر المشتركين اللي أهلهم الجمهور إلى نصف النهائي، وتلقى خبر الفوز قبل يومين وتجهز بأسرع ما يمكن للنصف النهائي. عمر هستشونا كالنيوز طدها بهرمندي عراقي أمروتو لو دبش داربويت كجشتويتا تقوناغي فيشكوتاي هستيكي زوزو فوشمي بيروز بايد لي كينو توتا كبش داربويت أمرو لقل مانا كالكردستان وبشداريت كردوا أكريد يوستالنز بلين سرتاك أبو كاري هنري وهنري عمر بيقومان وشي دعوة أكيد لجمهوري خود جمهوري خون زور زور سباسي أنا كم بتايبة جمهوري كردستان وعراق بقشتي أوان من يانصر خزبوان قناقة عمر هر بزوي تواني جاقاي خود كاتو لدلي بينا رانو هر وها بينا ركاني قاندي أنا أم قناقة حسين شنو حاب تقول لعمر؟ أنا أتمنى لك كل التوفيق يا عموري، وصفقة قوية لعمر المبدع اللي راح يمثل. استاذ عمر شلونك؟ والله
الحمد لله. عندي شغلة ضرورية وياك، تقدر تجي؟ مبروك استاذ خالي. صدق صحيح النصف نهائي تأهلت. اكو منافسات شديده وشنت قلق الصراحه، لكن احساس جميل اني شفت انه اني تأهلت الى النصف النهائي. اني من جهه البرايم كنت محضر نفسي كل زين وواثق من نفسي ومحضر موسيقى جميله وتقسيم جميل، كنت متوقع انه هو راح اخلي اللجنه تمدح بي والجمهور يتفاعلون وياي. انا كلش احب المبدع يوصل شيء للجمهور، يوصل شيء لصاحب الاختصاص. انت يا عمر مبدع، واتمنى لك كل الخير ان شاء الله. اشكرك. راح أبهر الجمهور بمرحلة نصف النهائي لأن محضر موسيقى طربية من إحساس وتكنيك. أشكر جمهوري العزيز، شكراً جزيلاً، لو ما هم أنا ما كنت أوصل لهاي المرحلة. إن شاء الله نوصل للنهائي إذا يصوتوا لنا ويكونون راضين على الموهبة اللي جاي نقدمها. شكراً إليك عمر محمود، عزفت بطريقة رائعة على آلة الساز. بما أنه حسام يحب هاي الآلة وهي قليلة التواجد، شنو رأيك بعزف عمر اليوم؟ أنا أحب هاي الآلة وأحب عمر. عمر يعني انطيت كلمات في أول حلقات، هو يمكن بعض الناس اللي سمعوها قالوا كبير الكلام اللي قلته لعمر، قلت لهم يستحق شرف للموسيقى العراقية والعربية أن نشوف فنان متمكن عازف مثقف موسيقي مجتهد مثل عمر. يا سلام، شكرا لك حسام. رأيك شنو رأيك بعمر اليوم؟ عمر جميل من أول مرحلة، الحلو يعني دخلنا ثقافياً بهاي الآلة، علمنا عليها أكثر، عرفناها، هي نعرفها موجودة، بس حلو اليوم شاب يعززها ينقل ثقافته، هي أكثر شيء هذه الآلة بالإقليم، فحلو أنه عازف ينقل ثقافة مدينته، هذا شيء رائع بصراحة. الحلو بالموضوع عزفه المنفرد ما معتمد على أي شيء وياه، هذا يدل هو عازف كبير، حرك الجمهور بهذه الآلة وحده يعني بدون أي إضافة ثانية،
هذا إذا يدل على شيء ده يعني هو مبدع وجميل ويستحق تواجده. شكرا لك رائد هند، شنو رأيك؟ عمر يعني الجمهور صوت له ووصل اليوم لللايف، إذا الناس إيش قد هم حابيه. والحلو اللي صار إنه اليوم عمر قدم لنا ثقافة الساز اللي هي قليل إحنا نسمعها، وسوالنا تنوع بالبرنامج. يعني عمر ضاف لنا فن بالبرنامج إحنا يعني محرومين من عنده. فعمر اليوم إجا قدم للناس وقدم ثقافته وحافظ عليها وراد يوصلها لكل العرب. فعفية عليك يا عمر. شكرا. وانت من الناس اللي صنعت التلوين بهذا البرنامج. شكرا لكم لجنة التحكيم. مشاهدينا اذا حبيتوا يتأهل عمر للنهائي صوتوا له عبر تطبيق آسيتل الان. شكرا عمر محمود. مشاهدينا احنا فاصل سريع ونرجع لكم في نصف نهائي يو ستالنت. مشاهدينا هسه بدا دوركم، مجال التصويت على تطبيق آسيسيل مفتوح، صوتوا للموهبة اللي برأيكم تستاهل. حسين مالتوس، محمد آغا، علي جمال، عباس جواد عطية، عباس مؤيد، جواد عادل، علي النعيمي وأحمد جا، علي الراوي وعمر إبراهيم، بلال حداد، عمر محمود. مرحبا من جديد بكم مشاهدينا ببرنامج المواهب العراقي اللي أنتم فيه صناع القرار. نعم أنتم، متى؟ الليلة. وين؟ طبعا عبر تطبيق آسياسيل. يوستالن جزء من برنامج يوز من آسياسيل اللي يجمع بين الابتكار والاستدامة ويبني مجتمع يعتمد على الطاقات الشبابية الإبداعية. صوتوا الآن لموهبتكم المفضلة وانقلوها للبرايم النهائي، ما بقى إلا وقت قليل قبل ما ينغلق باب التصويت. بلال حداد اللي أهلوه الحكام لهالمرحلة صار جاهز وإحنا جاهزين نسمع. بلال حداد، ألف مبروك بلال حداد، ألف ألف مبروك. ماخذ غرامك مني بالي. فرحان بشكل مو طبيعي واحساس الفرحه لا يوصف. احس لاول مره نصف بهيك برنامج. الصوت هذا ما اجى من سنه 2003 الى يومنا هذا. قلبه قام يرجف. ايوه كلش حبيت تعليقات لجنه الحكم، كانت حلوه ومنصفه. لما غنيت انت اليوم صعبت علينا اليوم كله. بلال يعني من المواهب الجميله جدا. الشخص اللي وياي صديقي اوس. انا اوس عبد المحسن، شاعر شعبي. صديقي يدز لي كلام احاول الحنه واغني، تطلع عندنا اشياء حلوه بالموسيقى. ايش يسوي وهاي لسويها السالفه توجعنا. قلت لك فيها والله صراحه محضر اغنيه كلش حلوه ومتاكد راح يحبوها الناس وراح يحبوها لجنه الحكم. الاغنيه قريبه من القلب لان بها احساس اكثر مما هي تكون اغنيه استعراضيه وكذا. وهاي احبك. الجمهور حكم وهو اللي راح يصوت المتسابق يقدم على طبق من ذهب للناس انه يمثل الاغنيه العراقيه او لا، يقدر او ما يقدر. انا متاكد انتم حبيتوني، اذا حابين استمر بالبرنامج فصوتوا لي. كان انتظرته لا
لك لاله على بختك. دار القلب مبيوق بوقه والبايكه مشلنا عروقه. شوف يا الضيم عايز تعوفني تعوفني وتقدر بدوني شاليت رديت خسران وجنيت بس بيك راوي لا لا على باختك من رحيل ما قيلت راي طفان بس انت تيض والدنيا تيض وطفى وشماته لك لا 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 بختي. لا على بختك لا على بختك يا بلال على هالصوت. شنو سويت شنو سويت على مسرح يوث تالنت؟ ما رح انتظراني حسام. شنو رأيك؟ يعني هذا الرجل دا أشوف بي ما يحتاج اختبار ولا يحتاج واحد ينطي رأيه. يعني أنا قلتها وأني أعيدها اليوم، هذا الصوت راح أعيدها وبنفس الطريقة، هذا الصوت ما إجا من عنده من 2003 إلى يومنا هذا. شكراً. التصرفات والتنقلات والحضور والضغوطات وسيطرته مو مال واحد نريد نختبره. أنت جاهز. شكراً. شكراً لك. أنت جاهز للنجوم ويا إن شاء الله. وأنت إن نجم. إن شاء الله. إن شاء الله يطلع من يوث تالنت النجم. شكراً لك حسام. هند شنو رأيك بصوت بلال اليوم؟ والله شو أقول، والله سكت الكلام عد بلال، سكت الكلام فعلاً. يعني بلال فنان كبير ونجم رائع والله العظيم. شنو؟ مو؟ عباني عباني دي تعش والله العظيم. يعني بلال فنان كبير وما أقدر أقول غير بلال فنان كبير. ترى هي صعبة ها؟ والله صعبة. شكراً. تنطي الرأي بسرعة. شكراً إليك. ما تختلفين يعني. تريد نرجع؟ رائد أريد نشوف رأيك اليوم بالأغنية اللي قدمها بلال وبصوته. بلال بصراحة فنان رهيب ما شاء الله عليه، المميز به يحس بكل حرف يقوله. نعم. يطلع الحرف من قلبه. نوب حول عنا عمال أمهاتنا نص الأغنية، هذا المفروض صوله لو غيره فنان يرتاح به يريح صوته، لكن هذا دليل هو فنان كبير تصرف بعرب حتى وقت الصوله وملاه وطانة تحويله بالنعي مال أمهاتنا الحنين زين ويلوق على صوته لأن صوته مليان حنية ولحق على الغناء ورجع للمقطع الثاني. كبير بكل حرف كان بالأغنية من بدأت لحد ما انتهت. بلال مثل ما قال أستاذ حسام ما جاي حتى نختبره، جاي حتى يونسنا. أيوة. نعم. شكراً. شكراً لكم. بلال زين همزين صار لي شهرين أناني دموعي خلصت. همزين خلصانة بالمسلسل، البارحة خلصت الحمد لله والشكر وآخر دموع ذبيته هناك وجيت. ألف مبروك يا هند. شكراً. شكراً لكم لجنة التحكيم. مشاهدينا إذا حبيتوا أداء بلال صوتوا له عبر تطبيق أساساً. شكراً لك بلال.
رجعنا وياكم مشاهدينا ويا هاي الليلة الجميلة اللي ما نتمناها تخلص، ويا مشتركين اثنين هم راح يكونون مسك الختام، تأهلوا بتصويت الجمهور. المشتركين هم، لا ما راح أقول، راح أشوف بنات تعرفهم؟ أنا أعرفهم حسين بس ما أريد أقول أسمائهم. هسه راح نتعرف عليهم على المسرح، بس حسب لبسهم وهذا القناع اكو رساله مهمه اعتقد، فتفضلوا المسرح مسرحكم والناس راح تعرفهم منهم. بالتوفيق شباب. هلا انا علي صديق علي الراوي وعمر ابراهيم، اليوم جاي افاجئهم خبر صعودهم الى مرحله نصف النهائي من برنامج يوز تالنت. طبعا هسه هم جايين بالطريق مو محسبين حساب راح يستلمون هذا الظرف اللي راح يفرحهم. علاوي ليش؟ عفوا هذا الظرف، هذا شنو هذا الظرف؟ بعدي ما قاري انا. احساسنا واحنا وصلنا مرحله النصف النهائي ما تنوصف، احنا شفنا جمهورنا ايش قد يحبنا. طبعا هي موهبه كلش نادره، يمزجون فن الرسم برسائل تفيد المجتمع. هم دا يوصلون رساله، رساله اهل الجنوب. يعني هاي اغوارنا ندافع عنها ونريد الحياه ترجع لنا. اتمنى هاي رسالتكم توصل الى هيئه السياحه. بالنسبة للموضوع للنصف النهائي فهو أكيد موضوع راح يحكي عن قضية معينة بالمجتمع العراقي بأسلوب وتكنيك ما مطروح قبل. إن شاء الله راح يعجب الجمهور مثل ما عجبهم العروض اللي فاتت، بس هذا العرض إن شاء الله راح يكون أقوى. أحب أقول للجمهور ركز على الرسالة اللي نقدمها لكم من خلال العرض، وإذا حبيت العرض مالتنا صوتوا. مثل ما الرسم غير حياتنا نقدر نغير حياة هواي ناس. اسمي سجاد، مصاب بمرض ضمور العضلات ومن الولادة هيجي، ودائما كنت بالمدرسة اطلع اروح ظلم يتنمرون علي، انت ليش شكلك هيجي، انت ليش صوتك، ليش ايديك، دائما والله العظيم كل كنت انقار ارجع البيت ابكي والله العظيم. ومن تعرفت على علي كلوزه وعلى الراوي وعمر حياتي كلها تغيرت 180 درجة بعد ما علموني الرسم السوالي مشهور. العالم قامت بدال ما تتعاطف وياي عشان يطقون لي صورة ويبوسوني ويحجون وياي، يعني حياتي تغيرت. أنا أصلاً كنت أقول هذا حلم، كل يوم أصحى من النوم أقول هذا يمكن حلم مو حقيقة. أني مأموني مصاب تقوس العمود الفقري وفتحة باللهات، أثرت على كلامي بسبب تعرضت للمضايقات، تركت دراستي وماكو مدرسة تقبلني، بديت أنشر فيديوهات على مواقع التواصل والناس كلها تتنمر علي وعلى شكلي وعلى صوتي، بس هالشي ما خلاني أوقف. قرر يسوي الحملة غيروا بها حياتي وصناعة المحتوى وشكلي همينة، من سويت عملية حتى شنو أصنع من ضعفي هي نقطة قوة. I am Lord.
شنو هالرسالة يا علي وعمر؟ على أمل يكون كل متنمر دا يتابعكم اليوم وتوصل هالرسالة. دموعك غالية علينا يا هند، هذا ختامها مسك. ما حبينا ننزل دموعك. الله العظيم جاية بكل طاقة وبكل حب، بس اللي صار أكبر من عندنا، اللي صار أكبر من مشاعرنا، خصوصاً إنه شفت بقوري والحالة الثانية موجودين ويانا عن ويا الجمهور منورين اليوم بالاستوديو. لما شفتهم ما قدرت يعني أسيطر لا على مشاعري ولا على إحساسي ولا على أي شيء بي. شكراً جزيلاً لكم، وشكراً لأنه تناولتوا هذه الموضوعة. شكراً إليك. نورت بقوري حبيبي. شكراً لوجودك ويانا. وعباس صح؟ سجاد نورت. شكراً لكم لأنه اليوم موجودين ويانا. شكراً لكم، شكراً إليك هند. حسام شنو رأيك؟ علي وعمر أو عمر وعلي، أحلى اسمين بالعراق. يا أخي يعني الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. الحمد لله أنه إحنا بدنا نتناول هذه المواضيع وبدنا نقرب الناس لتراثنا، بدنا نقرب الناس لموسيقتنا، بدنا نقرب الناس للمسرح، بدنا نقرب الناس للصوت، للموسيقى، للألحان. هذا البرنامج أنا أشكر كل الكادر اللي أشرف على هذا العمل، ربي يوفقهم. شكراً لهم من أعماق قلبنا، وأشكركم شكر الجزيل. هذه المرة الثانية سلطونا ضوء الأهوار، والآن أحلى شيء سويتوه للحبايب سجاد وباقر. شكراً لك حسام. رائد شنو رأيك بهاللوحة الجميلة صاحبة الرسالة الجميلة؟ رائعين على عمر، أنا كلش أحبهم، يعني ما شاء الله من شبابنا الواعين رغم اختصاصاتهم تختلف، واحد دكتور واحد مهندس، مو كل مرة يفاجئونا. أنا لحد ما يعني بغض النظر عن رسالة العمل شلون قدروا يرسمون شخصيتين بلوحة واحدة، وكل شوية تبرز يعني بس لوحة بس شخص، ما شاء الله عليكم. فوق هذا الجمال الفني، بالمقابل رسالة فنية عظيمة. أروع شيء عند الفنان يكون صاحب رسالة. أهنيكم والله من كل قلبي. شكراً لكم لجنة. يستاهلون بقور وسجود. أكيد فرحانين بوجودهم. ساعدنا يعني من أي حالة صحيح. شكراً لكم لجنة التحكيم. عبر تطبيق آسيا سيل صوتوا لعلي وعمر ولأي مشترك تلاقوه يستاهل يوصل للنهائي. شكراً علي وعمر. مع علي وعمر تكون انتهت العروض، والمشتركين قدموا فرصتهم الأخيرة قبل البرايم النهائي. مشاهدينا هاي اللحظات الأخيرة للتصويت، بأصواتكم حددوا المواهب الخمسة اللي تريدون تشوفوها بالنهائي. بعد البريك النتائج. مشاهدينا هسه بدا دوركم. مجال التصويت على تطبيق آسيا سيل مفتوح، صوتوا للموهبة اللي برأيكم تستاهل. حسين مالتوس، محمد آغا، علي جمال، عباس جواد عطية، عباس مؤيد، جواد عادل، علي النعيمي وأحمد جا، علي الراوي وعمر إبراهيم، بلال حداد، عمر محمود. حياكم مجدداً مشاهدينا. المواهب العشرة اللي قدمت أقوى وأروع العروض الليلة رجعت اجتمعت على مسرح يوستالند. المشتركين سووا اللي عليهم، وبهاللحظة انتهى دورهم وانتهى دور المشاهدين أيضاً.
نعم، بهاللحظة نعلن توقف التصويت عبر تطبيق أسيسيل. المواهب كثيرة، الأحلام كبيرة، وهدفين لقب يوز تالنت وجائزة 77 مليون دينار عراقي. من اللي يستحق؟ التوتر موجود. هاي اللحظة جداً صعبة، مو بس على المشتركين، علي أيضاً، إنه أعلن منو هم الخمسة اللي راح ينتقلون معنا لنهائي يوز تالنت. راح أبدي بإعلان الأسماء اللي تأهلت معنا للنهائي للأسبوع المقبل ونالت أعلى نسبة تصويت من الجمهور عبر تطبيق آسياسيل. المشترك الأول، هل هو شاعر، مطرب، عازف أو فنان تشكيلي؟ الحيرة كبيرة، الكل قدم أقوى العروض وأحلاها، بس المشترك الأول اللي فاز وصوتوا للجمهور هو بلال حداد. ألف مبروك بلال. هذا هو الشعور، الفرحة بعد تنتظرنا 4 مواهب أخرى راح تتأهل إلى نهائي يوز تالنت. كلنا نريد هاي الفرحة لكل المشتركين، لكن الليلة 5 فقط راح يروحون معنا إلى النهائي. مشترك آخر إلى جانب بلال، المشترك الثاني هو التوتر، مو بس على المشتركين، على الجمهور أيضاً. أعرف هاي اللحظات، ومشاهدينا أنتوا دا تنتظرون منو هذول الخمسة ومنو الآن راح يروح إلى جانب بلال. المشترك الثاني هو جواد عادل. ألف مبروك جواد. ألف مبروك يا جواد. بنشوف الفرحة على لجنة التحكيم وعليكم أكيد مشاهدينا وعلى الجمهور الموجود هنا. أكو بعد 3 راح يتأهلون ويانا اليوم. التوتر عالي والقلق موجود على وجه المشتركين. طبعاً الجمهور هنا يحاول أنه يشجع المشتركين الباقين. منو برأيكم يا مشاهدينا راح يتأهل إلى جانب بلال وجواد الليلة؟ أنتم صنعتم القرار الليلة. المشترك الثالث المتأهل للنهائي الليلة عمر محمود. ألف مبروك عمر. ألف مبروك يا عمر. وبهيج مشاهدينا 3 مشتركين راح ينتقلون معنا للنهائي، ومتبقي 2. هذول 2 هل هم ثنائي ام شخص واحد هالمره؟ الموهبه ما قبل الاخيره اللي راح تنتقل معنا للنهائي يوز تالنت هي، صعب علي التوتر، علي أنا أيضاً أنه أعلن من بين هذول المشتركين الرائعين الموهوبين على هالمسرح، قدموا أفضل ما عندهم. بس المشترك رابع المتأهلين اللي تأهل ويانا اليوم بيوز تالنت، عباس جواد عطية. ألف مبروك عباس. مبروك يا عباس. لا مشاهدينا، هاي اللحظة اللي ما حد ينحسد عليها، هاي لحظة إعلان الفائز الأخير والخامس اللي راح يتأهل معنا لنهائي يوز تالنت. هذه هي أصعب لحظة بتاريخ البرنامج منذ بدء لحد الآن. باقي مشترك واحد صوتوا له الجمهور،
التوتر واضح على كل الجمهور الموجود هنا وحتى على المشتركين والمشاهدين وعلى لجنة التحكيم. باقي مشترك واحد راح يتأهل معنا، وانتوا صعدتوا إلى هذه المرحلة مشاهدينا عبر تصويتكم اليوم على تطبيق آسيسيل. من هو المشترك الأخير المحظوظ؟ المشترك الأخير اللي راح يتأهل معنا لنهائي يوز تالنت هو، والموهبة الأخيرة هي، علي الراوي وعمر إبراهيم. ألف مبروك، ألف ألف مبروك لمشتركينا المتأهلين لنهائي يوز تالنت. مشاهدينا، باب التصويت على تطبيق آسيسيل ينفتح بعد لحظة انتهاء هالحلقة، وباقي أسبوع كامل يعني لآخر حلقة من يوز تالنت. أنتم فقط صناع القرار لهذول الخمس مواهب، من منهم يستحق لقب يوز تالنت وجائزة 77 مليون دينار عراقي؟ منتظريكم بنهاية مع مفاجأة سارة لمشتركي يوز المميزين. لديكم خمس أصوات مجانية لنجمكم المفضل عبر تطبيق آسيسيل. إلى اللقاء في الأسبوع المقبل في الحلقة الأخيرة. تذكروا دائماً، يوز من آسيسيل عالم رقمي وبكيف الشباب.